السلام عليكم، ايه الاخبار؟ في الفيديو اللي فات شرحت او ما شرحتش، انا اتكلمت شويه عن ليه الفسيولوجي مهمه، وقلت ان الفسيولوجي مهمه لان هي اللي بتعرفنا الجسم في الطبيعي شغال ازاي، الجسم بكل اجهزته بكل الحاجات الدقيقه اللي فيه شغاله ازاي. فلما انت تيجي تدرس الادويه وتعرف تاثير الدواء على الجسم، فتبقى فاهم الدواء ده بيعمل ايه، لان انت لو مش فاهم الجسم اصلا شغال ازاي مش تفهم الدواء ده عمل ايه، ولو مش فاهم برضو الجسم شغال ازاي مش تفهم المرض اللي عمل حاجة مختلفة في الجسم هو عمل ايه مختلف. ما انت لازم تعرف الطبيعي عشان لما يحصل حاجة مختلفة تعرف ان في حاجة مختلفة حصلت. فده اللي انا قلت فيه المرة اللي فاتت. المرة دي انا هقول حاجة بسيطة خالص، شرح حاجة بسيطة خالص، ولكنها شوية مصطلحات مهمة بتتكرر معاك كتير، مش في الفسيولوجي بس ولكن في كله، ولكن انا لازم اقولها في الفسيولوجي برضه علشان لما تتكرر معاك في الفسيولوجي تبقى عارفها برضه. ولكن من المرة الجاية بقى ابدأ اشرح فسيولوجي التخصصات نفسها، مش تخصصات يعني حاجة بعينها. يعني المرة دي يعني بما اني هتكلم عن الجسم الفسيولوجي بتاعت الجسم، وكل مرة هتكلم عن جهاز معين، فانا قبل ما اتكلم عن جهاز معين لازم اتكلم عن الوحدة البنائية للجسم، يعني الجسم ده ايه اصغر حاجة فيه بتعمله، واتكلم برضو شوية عن اهميتها. طب ايه اصغر حاجة في الجسم بتعمله، يعني ايه اصغر مكون في الجسم هو اللي عمل الجسم الكبير ده؟ الخلية، ذا سيل. السيل او الخلية هي اصغر حاجة اتعمل. طبعا انا هحط لك يعني تايتلز كده في صورة على الفيديو دوت علشان تعرف احنا في يعني في المواضيع اللي هنتكلم فيها، وكل موضوع هيبدأ في الدقيقة كام، علشان لو انت عايز موضوع بعينه تدخل عليه على طول علشان ما تتفرجش على الفيديو كله وتحس انك انت برضو ما استفدتش، او لو انت عايز حاجة معينة تدخل عليها على طول من غير ما تضيع وقت كتير. فاول حاجة هتكلم عنها هي السيل او الخلية، هتكلم عنها شوية. تاني حاجة هتكلم عن المية في الجسم، المية موجودة فين في الجسم، جوه الخلية وبره الخلية والكلام دوت، او كلام زي كان طبعا يعني لسه مش واخد بالك هتكلم عن ايه. وبعدين هتكلم عن ازاي الحاجة تنتقل من خلية لخلية او من خلية لبره الخلية، مش شرط من خلية لخلية. ده ممكن نقول عليه method of transport across the cell membrane، يعني طرق الانتقال من خلال جدار الخلية. طيب نبدأ بقى نتكلم شوية. طبعا الفيديو دوت مش مذاكرة قوي، يعني في مذاكرة بس بسيط، ولكن أكثريته هي معلومات علشان تعرفها بعد كده عشان لما نيجي نتكلم، لكن ذاكره برضو علشان لما نيجي نتكلم بعد كده وأنا أقول لك مصطلح معين تبقى مترجم الدنيا ماشية إزاي. طيب أول حاجة إحنا عندنا زسل أو الخلية. كل جسمنا مكون من خلايا، الجلد بتاعي مكون من خلايا، أنا مثلا عندي مخ في دماغي مكون من خلايا، عندي قلب مكون من خلايا، عندي معدة مكونة من خلايا، كل حاجة في جسمي مكونة من خلايا، عندي عضلات مكونة من خلايا، يعني كل حاجة في حتة في جسمي مكونة من خلايا، والخلايا دي بتكون لازقة في بعضها وما بينها شوية سوائل. طيب الخلايا دي جواها ايه؟ الخلايا دي بيكون جواها مية ومحاطة بجدار علشان تحافظ على المية وتحافظ على شوية محتويات جوا الخلية، يعني الخلية جواها محتويات تانية بتقوم بشوية وظائف تانية. انا مش هتكلم عن المحتويات ديت قوي لان المحتويات ديت يعني تخصص هيستولوجي اكتر مش فيسيولوجي، فمع الهيستولوجي بقى تعرفها. طيب الخلايا دي عاملة زي البالونة بالظبط، يعني بالظبط شبه البالونة، البالونة بتكون منفوخة بس بالونة جواها مية، بالونة منفوخة مية، هتلاقي البالونة معاك يعني ايه إلاستيك شوية أو يعني مطاطة شوية، ممكن تضغط عليها مفيش مشكلة، ممكن تطلع منها شوية مية، ممكن تدخل فيها شوية مية كمان مفيش مشكلة معاها، بيكون جواها مية وبيكون براها كمان مية، بس يعني مش البالونة براها مية، الخلية براها مية. طيب الجدار بتاع الخلية ده معمول من إيه؟ يعني إيه اللي عمل الجدار ده؟ في عندنا أربع مكونات للجدار ده، أهم مكون ليهم هو حاجة اسمها الفوسفوليبيد. يعني إيه فوسفوليبيد؟ قسم الكلمة معايا، أنا هحاول أهتم معاك بالعربي علشان أنت ممكن تبقاش ترجم الكلام الإنجليزي يعني إيه، وأحاول كمان أقول لك إزاي الكلمة أنت مش فاهمها تقسمها وتفهم معناها. فأنت ممكن يبقى معاك ورقة وتكتب الكلام دوت. الخلية بيكون الجدار بتاعها معمول أهم حاجة فيها الفوسفوليبيد. يعني إيه كلمة فوسفوليبيد؟ فوسفوليبيد لو ملاحظ النطق بتاعها فوسفو وليبيد، ليبيد يعني دهون وفوسفو فوسفيت عادي مفيش مشكلة. فالفوسفيت دوت بيمسك مع الدهون ويعمل لنا فوسفوليبيد، بس بتكون الفوسفوليبيد ديت عاملة زي الدبوس كده، تمام، ليها راس وليها دبوس كده، في جزء منهم بيكون بيحب المية يعني بيتجه ناحية المية، وجزء ما بيحبش المية أصلا فبيبص ناحية تانية. ليه؟ ما هو ما بيحبش المية، وده أهم مكون في السيل ممبرين بتاعنا أو في الجدار بتاع الخلية. سيل ممبرين، الممبرين يعني يعني غشاء أو جدار أو أي حاجة، وسيل يعني خلية، فهو جدار الخلية.
طيب عندنا ايه تاني غير الفوسفوليبيد الموجود في الخلية؟ عندنا غير الفوسفوليبيد عندنا بروتين. تمام، البروتين ده متقسم كذا حاجة. يعني ايه متقسم كذا حاجة؟ يعني في بروتين مثلا غرضه ان هو يحافظ بس على شكل السيل ممبرين، هو زي الاسمنت والحديد مثلا كده، يحافظ بس على الشكل بتاع السيل ممبرين الكروي دوت، او مش الكروي، اي حاجة يعني اي شكل وخلاص. وفي بروتين تاني غرضه وظيفي. يعني ايه غرض وظيفي؟ ممبرين بروتين مثلا عامل انزيم، تمام، الانزيمات دي غرضها ايه؟ بتسرع المعادلات الكيميائيه او الكيميكال رياكشنز. بيكون البروتين موجود شكل انزيم موجود جوه السيل ممبرين، اي معادله كيميائيه هتحصل خلال السيل ممبرين هو بيسرعها. طيب عندنا حاجه تانية ليها فانكشن كده او ليها وظيفه، عندنا بوابات. البوابات دي بتكون مسؤوله انها تنقل حاجات من جوه الخليه لبره الخليه او من بره الخليه لجوه الخليه، دي كلها بروتينات. عندنا زي ما قلت لك ده كده الفانكشنال بروتين او البروتين الوظيفي، وعندنا الاستراكشرال بروتين او البروتين اللي بيحافظ على الشكل. الاستراكشرال بروتين دوت بس بيحافظ على شكل السيل ممبرين، يفضل محافظ على الشكل بتاعه علشان الخليه ما تتفعصش في بعضها. عندنا تاني حاجه كربوهيدرات وكوليسترول، وتالت حاجه كربوهيدرات، ورابع حاجه كوليسترول. ايه الكربوهيدرات ديت؟ دي شويه سكريات، والكوليسترول يعني مش محتاج اوضح. طيب الميه بقى، الميه اللي في الخليه والميه اللي بره الخليه اسمها ايه؟ احنا عندنا الجسم بتاعنا فيه حوالي 60% ميه. يعني انت مثلا لو وزنك 100 كيلو، 60 كيلو منك ميه. يعني لو انت قعدت فتره طويله ما بتشربش ميه، في ناس يعني ايه بياخدوا ادويه بتنزل من جسمهم ميه كتير فيفتكر ان هو خس، لكن هو ما خسش، هو نزل بس ميه، ما خسش حاجه، الدهون لسه موجوده في جسمه. فالخسان مثلا ده بيكون من الدهون، من ال 40 كيلو. يعني لو انت وزنك 100 كيلو، 60 كيلو ميه، انا ممكن انزلك 20 كيلو ميه او 10 كيلو ميه وتحس ان انت خسيت، ولكن انت هتشربهم تاني عادي لان دي اصلا مش دهون. و40 كيلو دول بقى عظم على عضلات على دهون او اي حاجه تانيه، الدهون دي بتكون برضه زياده. طيب الميه دي موجوده فين؟ يعني احنا عندنا الميه موجوده فين في جسمي؟ انا ممكن اقول لك ان زي ما قلت لك ان الخليه فيها ميه، فديت ميه جوه الخليه صح؟ وفي ميه بره الخليه. طب ميه بره الخليه موجوده فين؟ ما بين الخلايا. انت عندك الجسم مثلا بتاعك مليان خليه وخليه 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 وخليه، خلايا كتير قوي موجوده لازقه في بعضها، بينهم وبين بعض في شويه ميه. تمام، في عندنا برضو اوعيه دمويه. تمام، القلب موزع الاورطه وطالعه ومدي شويه فروع كتير. الدم ده معمول من ميه، ميه وماشي فيها، او البلازما اللي هي عباره عن ميه وماشي فيها ريد بلاد سيلز، خلايا دم حمراء، وايت بلاد سيلز، خلايا دم بيضاء، البليتليتس، طفائح دمويه، وشويه مواد غذائيه بتروح على الخليه علشان تمتصها الخليه علشان تعمل الوظيفه بتاعتها، زي الجلوكوز مثلا تروح على الخليه عشان الخليه تطلع الطاقه والحاجات ديت. طيب يعني احنا كده عندنا ميه في ثلاث اماكن، اول مكان جوه الخليه، ثاني مكان بره الخليه او بين الخلايا، تمام، ثالث مكان هو في الاوعيه الدمويه. يعني الميه اللي بين الخلايا والميه اللي في الاوعيه الدمويه دولت بره الخليه اصلا، ما هي ميه معانا جوه الخليه وبره الخليه. جوه الخليه خلاص خلصت الموضوع ده، خلص جوه الخليه، بره الخليه بيكون موجود في مكانين، يا اما بين الخلايا يا اما في الاوعيه الدمويه. طب احنا عايزين نعرف الاسم بتاع الحاجات ديت اسمها ايه؟ جوه الخليه اسمه انترا سيلولر، جوه الخليه اسمه انترا سيلولر. ليه اسمه انترا سيلولر؟ انترا يعني داخلي، سيلولر يعني خليه، فداخل الخليه، انترا سيلولر. وبعدين عندنا ميه ثانيه اكسترا سيلولر، اكسترا سيلولر يعني بره الخليه، ما هي انترا اكسترا، انترا داخل اكسترا خارج، اكسترا سيلولر خارج الخليه. بتتقسم نوعين، يا اما انتر استيتشيال يعني بين الخلايا، انتر استيتشيال يعني بين الخلايا، تمام، يا اما انترا فاسكولار يعني جوه الاموعيه، جوه الاوعيه الدمويه. طيب انهي الاكثر، الانترا سيلولر ولا الاكسترا سيلولر؟ لا، الانترا سيلولر اكثر، 40% من ال 60% الموجودين في جسمك ميه موجودين جوه الخلايا، ولكن 20% بس هم الموجودين في الانترستيتشال او بين الخلايا، والانترافاسكولار او جوه الاوعيه الدمويه. يعني لو انت 100 كيلو فانت عندك 60 كيلو ميه، 40 كيلو منهم جوه الخلايا، 20 كيلو منهم بره الخلايا، واللي يعتبروا بيتقسموا جزئين، جزء بين الخلايا وجزء جوه الاوعيه الدمويه. طيب احنا عندنا ايه الموجود هنا؟ يعني ايه الفرق بين الميه اللي جوه الخليه والفرق ما بين الميه اللي بره الخليه؟ الميه اللي جوه الخليه فيها شويه مواد، والميه اللي بره الخليه فيها شويه مواد. مواد زي ايه؟ هبدا بجوه الخليه ولا بره الخليه؟ نبدا موجوده معانا جوه الخليه، انترا سيلولار فلويد. الميه داخل الخليه ايه؟ انترا سيلولار فلويد.
ميه داخل الخليه او السائل داخل الخليه، لان هو مش ميه، هو لو ميه هيبقى بس ميه مش هيبقى فيه اي مواد تانية، ولكن السائل غير الميه. السائل بيكون فيه مواد تانية على الميه، يعني ميه ومعاها سوائل تانية، معاها مواد تانية، يعتبر سائل كده على بعضه. ايا كان بقى ايه هو السائل، العصير ده يعتبر سائل، الدم يعتبر سائل، اللبن يعتبر سائل، اي حاجه يعني فيها خاصيه السوائل تعتبر سائل، ولكن الميه هي ماده بعينها اسمها ميه، الووتر او الاتش 2 او. طيب جوه الخليه ده عباره عن سائل بيتكون من ايه، بيتكون من ميه ومعاه شويه مواد. زي ايه؟ زي البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي هو كان رمز بتاعه كي، البوتاسيوم ده يعتبر من الكاتاين. يعني ايه الكاتاين؟ الكاتاين دوت يعني عليه رمز البوزيتيف. يعني ايه عليه رمز البوزيتيف؟ احنا عندنا اي ماده كيميائيه بتكون عباره عن نيوكليوس، تمام، والنيوكليوس دي بيكون جواها شويه بروتونز، البروتونز دولت بوزيتيف او البروتونز دولت عندهم شحنه موجبه، وحوالين النيوكليوس بيكون او النواه بيكون في شويه الكترونز بتلف حواليها، الالكترونز ديت شحنتها سالبه او نيجاتيف، نيجاتيفلي تشارجد او سالبه. فانت عندك الكترونز وبروتونز جوه النواه او النيوكليوس، البروتونز بيساووا نفس عدد الالكترونز، يعني مثلا البوتاسيوم ده عندنا 19 الكترون و19 بروتون، 19 بروتون بوزيتيف و19 بروتون نيجاتيف. طالما هم زي بعض فخلاص نقول عليه بوتاسيوم بس، لكن لو الالكترون واحد اتاخدت او واحده زادت فساعتها هيتحول الشحنه بتاعته. يعني مثلا لو احنا شلنا واحده الكترونيه، تمام، يعني كده الشحنه انهي زادت، البروتونز ولا الالكترون؟ لو البروتون والالكترون زي بعض، انا قللت الالكترون يبقى البروتون بقى زياده، والبروتون ده بوزيتيف او البروتون ده موجب الشحنه، يبقى البوتاسيوم لو انا خدت منه الكترونيه هيبقى موجب الشحنه، هيبقى اسمه كاتاين، احنا بنقول عليه كاتاين بوزيتيف، هيبقى كي بوزيتيف ونسميه كاتاين. وعندنا شويه اناين، يعني عندنا كاتاين وده اللي عنده شحنه موجبه، وعندنا اناين وده اللي عنده شحنه سالبه. الاناين زي ايه؟ الاناين زي الفوسفات والبروتينز. الفوسفات والبروتينز دولت موجودين جوه الخليه ودولت يعتبروا اناين شحنه موجبه. طيب عندنا الاكسترا سيلولار فلويد. اكسترا سيلولار فلويد يعني ايه اكسترا سيلولار فلويد؟ اكسترا سيلولار يعني السوائل خارج الخليه، اللي هم كانوا كام؟ كانوا 20% بس، ولكن الانترا سيلولار كان 40%. فالاكسترا سيلولار فلويد فيه بقى ايه؟ يعني ايه المميز؟ فاحنا قلنا عليه اكسترا سيلولار فلويد، ما هو لو الاثنين زي بعض يا جماعه، يعني لو الاكسترا سيلولار هو الانترا سيلولار، ما كنتش انا هقول على ده اكسترا وده انترا، كنت هقول عليها ميه وخلاص. ما اذا كان ده زي ده يبقى ايه الفرق بقى؟ اطلق على ده لفظ مخصص ليه هو ليه، وده لفظ مخصص ليه هو ليه؟ ما هو احمد زي محمد، ما فيش فرق. ما لو لكن على احمد مختلف عن محمد، عشان كده بقول على ده احمد وده محمد، لكن لو هما الاثنين زي بعض في كل حاجه ما كنتش هحتاج اقول على ده اسم وده اسم، زي الكوبايه والكوبايه، الاثنين كوبايه، ما بقولش على كوبايه معينه وكوبايه معينه، ولكن لو دي كوبايه مثلا احمد ومعانا كوبايه ثانيه كوبايه محمد، لا لازم اقول عليها كوبايه احمد وكوبايه محمد عشان ابين ان ديت مختلفه عن دي. فالانترا سيلولر قلنا انه فيه كاتاين بوتاسيوم بوزيتيف واناين اللي هم النيجاتيف فوسفيتس وبروتين. اما الاكسترا سيلولر بيكون في حاجات تانية زي ايه، او في حاجات اكتر شويه، يعني مثلا الصوديوم بيكون موجود اكتر شويه بره الخليه او اكتر كتير بره الخليه. بيكون الصوديوم ده ايه؟ يعني انت ده ايون سالب الشحنه ولا موجب الشحنه؟ لا، بيكون في شكل موجب الشحنه، يعني كاتاين. يعني عندنا في الاكسترا سيلولر الصوديوم هو الكاتاين الموجود او الكاتاين الموجود بكميه كبيره. عندنا اناينز بره، عندنا اناينز، عندنا زي الكلورايد والبايكربونات، الكلورايد اللي هو السي ال نيجاتيف والبايكربونات اللي هو اتش سي او 3 نيجاتيف. طيب ايه تاني؟ الحاجات ديت ليه موجوده؟ يعني ايه الفكره ان هنا في صوديوم كتير ومفيش بوتاسيوم، وايه هنا وجوه الخليه في بوتاسيوم كتير والصوديوم قليل؟ الحاجات دي بنستخدمها او مش احنا بنستخدمها، يعني الجسم بيستخدمها لشوية وظائف كتير قوي 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 قوي، يعني كتير قوي زيادة عن اللزوم. ف يعني لما انت ندخل شوية جوه هتلاقي مع كل موضوع بنستخدم الصوديوم والبوتاسيوم او بيشتغلوا مع بعض ازاي. ولكن احنا لو عايزين ندخل الصوديوم جوه والبوتاسيوم بره، ما هو ليهم وظائف، من وظائفهم ان الصوديوم يدخل جوه يعمل حاجة، ولما يخلص الوظيفة بتاعته خلاص يطلع بره تاني. مين بقى اللي بيسمح له بالدخول ومين اللي يطلعه بره؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه بقى دلوقتي تحت عنوان اسمه Method of Transport of Substance Across the Cell Membrane، يعني طرق انتقال الأشياء خلال السيل ممبرين. الأشياء بتتغير أو بتنتقل إزاي خلال السيل ممبرين؟ يعني أنا حاجة هوت، أنا كيوسف مثلا حاجة جوه الخلية، أطلع إزاي بره؟ الطريقة اللي أطلع بيها؟ المواصلة اللي أنا أمسكها وأطلع بيها؟ عندنا خمس طرق.
اول طريقه معانا هي السمبل ديفيوجن، تاني طريقه هي فاسيليتيتد ديفيوجن، تالت طريقه هي اكتيف ترانسبورت، رابع طريقه هي الاوزموزيس، خامس طريقه هي الفازيكولار ترانسبورت. هتكلم عن كل واحده وما يميز كل واحده. دي مصطلحات مهمه فركز فيها كويس قوي، لانها هي مش تيجي في الامتحان ماشي، ولكن ممكن تيجي في الامتحان من حيث الخصائص لو هو عايز يرخم عليك شويه، او مش رخامه يعني، هو بالنسبه في الاول هي رخامه، لكن بعد كده انت مش تحس اصلا يعني ان الموضوع اصلا محتاج مذاكره، او الكلمات ديت محتاجه مذاكره. لكن انت محتاج تفهم الكلمه كل كلمه كويس قوي يعني ايه، علشان انا بعد كده او اي حد بيشرح بعد كده مش هيفضل يمسك في كل لفظ وهو بيشرح يقول لك اللفظ ده معناه ايه، لا هيعتبر انك انت اصلا عارفه او انت اصلا درسه ويبدا يشرح على طول. فلازم تبقى فاهم المصطلحات ديت يعني ايه، فتدخل في الموضوع مع الناس على طول وتفهم بسرعه من غير ما تحس ان انت واقف في كل كلمه عايز تفهمها. اول حاجه معانا هي سمبل ديفيوجن. يعني ايه سمبل ديفيوجن؟ الخلايا ديت اعتبرها من خلال الترانسبورت او من خلال انتقال الاشياء زي قفص العصفوره. تمام، قفص العصفوره بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه عصفوره واحده بس جوه، تمام، والقفص عادي اي حاجه صغيره خالص زي النمل ممكن يدخل عادي، او الدبان ممكن يدخل عادي. لكن العصافير ما ينفعش لا تدخل ولا تطلع، لازم افتح لها الباب صح عشان ادخلها او اطلعها، وفي بعض الاحيان لازم ادخل العصفوره بايدي مش تدخل لوحدها، لا ساعات تدخل لوحدها يعني، او ساعات تخرج لوحدها لو انا فتح لها الباب، لكن لازم ادخلها بايدي ولازم اطلعها بايدي برضو. لو انا فتح الباب بتاع القفص هي في الاغلب هتخرج لو انت فتحت الباب يعني، ولكن عشان تدخلها محتاج تدخلها بايدك. طب انا بدي المثال ده ليه؟ بدي المثال ده عشان نعرف اول حاجه وهي السمبل ديفيوجن. وسمبل ديفيوجن ديت يعني اي حاجه عايز تدخل تدخل، يعني مثلا احنا عندنا انا ورايا حيطه اهوت، تمام، نفترض الحيطه ديت فيها مسام صغيره قوي، يعني لو انا عندي حشره اصغر من المسام اللي بين الحيطه تقدر تدخل من الحيطه لوحدها على طول، اللي هو زي ايه، زي النمل يدخل القفص بتاع العصفوره. لو في نمل كتير قوي بره القفص، تمام، وفي حته صرصار ميت جوه، هم كلهم هيدخلوا عشان يشيلوا الصرصار بقى وايه وهيتغدوا، ف اشمعك تفهم كده. ف النمل هيدخل بكميه كبيره جدا، ليه؟ لان في بره نمل كتير قوي ومفيش جوه نمل، فيعمل ايه النمل؟ يروح جاي داخل. ليه؟ ما هو مفيش جوه نمل وفي اكل جوه، في حاجه بيخليها يدخل وهو موجود بره بنسبه كبيره قوي. فديت اول حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن. سمبل ديفيوجن يعني ايه؟ يعني ديفيوجن دوت يعني عارف انت زي جريان، يعني الميه مثلا تدخل بسرعه كده ديفيوجن، اي حاجه داخله مكان تسمى ديفيوجن، امتصاص يعني، امتصاص، الامتصاص البسيط حاجه شبه كده. فبيعتمد اول حاجه السمبل ديفيوجن دوت على حاجه اسمها كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه كلمه جريدينت؟ جريدينت ديت يعني الانتقال من شيء لشيء، التدرج، التدرج مثلا من اللون الابيض للون الاسود ده جريدينت. فاحنا عندنا كونسنتريشن جريدينت يعني التدرج على اساس التركيز، جريدينت يعني التدرج، كونسنتريشن يعني التركيز. فاحنا عندنا كونسنتريشن جريدينت يعني التدرج على اساس التركيز، يعني المكان اللي فيه تركيز عالي، الشيء الموجود في تركيز عالي هينتقل للشيء الموجود في تركيز قليل. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك النمل بره كتير، في تركيز كبير جدا للنمل بره، هيعمل ايه؟ يروح كده داخل على جوه. ليه يدخل على جوه؟ لان مفيش جوه نمل فيدخل على جوه. ده اول حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن، ان هو مش محتاج بوابه عشان يدخل، النمل مش محتاج بوابه عشان يدخل، تمام، هو موجود بره بنسبه كبيره. تاني حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن هي الحراره. يعني بره لو الجو حر قوي هيخلي الحاجه تنتقل من بره لجوه، او لو جوه الجو حر قوي هيخلي الحاجه تنتقل من جوه على بره. تالت حاجه بالنسبه للسمبل ديفيوجن بتساعد يعني هو السيرفيس اريا. يعني كل ما القفص يكون كبير كل ما كميه نمل اكتر تقدر تدخل. ليه؟ ما هو عندهم مساحه اكبر، عندهم حيطان اكبر يقدروا يدخلوا من خلالها. رابع حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن هو السوليبيليتي اوف سبستانس. الشيء ده سوليبل قد ايه؟ يعني ايه سوليبل قد ايه؟ يعني انت عندك مثلا زي ما قلت لك الخليه فيها دهون فوسفوليبيد، لو انا جبت حاجه بتدوب في الدهون، بتدوب بسرعه قوي في الدهون، تقدر تدخل بسرعه. ليه؟ لان هي بتدوب في الدهون. طب لو حاجه ما بتعرفش تدوب في الدهون، يعني مثلا القلم ده بيعرف يدوب في الدهون؟ لو حطيته ما بين دهون هيدوب؟ لا مش هيدوب. فانا لو حطيته 100 سنه على ايدي مش هيدخل جوه. انما مثلا حاجه زي الزئبق الميركري، لا لو حطيته على ايدك هيدخل على جوه. ليه؟ هي الخلايا هتمتصه لان هو بيدوب في الدهون، اسمه فات سوليبل يعني. فكل ما يكون بيدوب في الدهون اكتر كل ما الخلايا تمتصه اكتر. طب لو هو مش بيدوب في الدهون يبقى الخلايا مش تمتصه، يبقى احنا كده معانا اربع حاجات بتساعد على امتصاص الخليه للاشياء اللي حواليها. اول حاجه هو كونسنتريشن جريدينت، تدرج التركيز، يعني المكان اللي فيه تركيز للشيء كتير قوي
هيروح للمكان اللي فيه تركيز قليل. احنا عندنا ميه مثلا في جردل هنا كتير وميه في جردل قليل، فالميه تفضل تنتقل من هنا لهنا لحد ما يبقوا قد بعض. ده الكونسنتريشن جريدينت. تاني حاجه غير الكونسنتريشن جريدينت، هو واقف ولا ايه؟ لا شغال. تاني حاجه غير الكونسنتريشن جريدينت، احنا عندنا الحراره. الحراره لو عاليه قوي فساعتها هيخلي الميه او اي حاجه تخرج من الخليه لبره الخليه لو كانت الحراره جوه الخليه عاليه. تالت حاجه معانا وهي السيرفيس السيرفيس اريا. يعني ايه السيرفيس اريا؟ يعني المساحه بتاعه الحيطان او السيل ممبرين. لو السيل ممبرين كبير تمام ساعتها، او مش عريض، لا كبير تمام، ساعتها هيكون مساحه اكبر ان الحاجه تدخل، فهيساعد اكتر في الديفيوجن او يساعد اكتر في الامتصاص. لو الحاجه بتدوب بسرعه عندها سوليبيليتي عاليه ده يساعدها في الامتصاص اكتر. طيب في بقى شويه معوقات للامتصاص، يعني الاربع حاجات دولت الكونسنتريشن جريدينت، التمبريتشر، السوليبيليتي، السيرفيس اريا، دولت بيساعدوا على الامتصاص. في عندنا ثلاث حاجات بقى ما بتساعدش على الامتصاص. ايه الثلاث حاجات اللي مش بيساعدوا على الامتصاص؟ لو كان السيل ممبرين تخين، ليه؟ ما هو عريض مش عارف تعدي ده كله، فلو كان السيل ممبرين كل ما يدخن كل ما يبطئ الامتصاص. كمان المولكيولار ويت، الوزن بتاع المولكيول، المولكيولار ويت وزن المولكيول، المولكيول دوت اللي هو الوزن بتاع الصوديوم مثلا او الوزن بتاع البوتاسيوم. يعني لو وزنه تقيل، لو حاجه وزنها تقيل اللي داخله خلاص مش تدخل. ليه؟ ما هي تقيله. لو حاجه خفيفه هتدخل بسرعه، ليه؟ داخله مع الفوج اللي داخل فداخله بسرعه لانها خفيفه، او لو حاجه تقيله مش تدخل. فبالتالي كل ما المولكيولار ويت يزيد كل ما الامتصاص يبقى اقل. عندنا تالت حاجه بتاثر هي الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي يعني اللزوجه، زي العسل والميه. الميه عندها لزوجه قليله خالص، اما العسل لزوجه تقيله. اذا كان هو اصلا العسل ده صعب تحركه من مكانه لمكان تاني، ازاي هتخليه يعدي السيل ممبرين؟ فكل ما اللزوجه تزيد كل ما يبقى فيه صعوبه اكتر في ان هو يعدي السيل ممبرين، فالامتصاص يبقى اصعب. يعني عندنا اربع حاجات بتساعد على الامتصاص: كونسنتريشن جريدينت، التمبريتشر، السيرفيس اريا، السوليبيليتي اوف سبستانس. عندنا ثلاث حاجات بتبطئ السيمبل ديفيوجن، وهو الستيكنس بتاع السيل ممبرين، سمك السيل ممبرين، سمك جدار الخليه. عندنا كمان المولكيولار ويت، كل ما يزيد كل ما يخلي الموضوع اتقل في الديفيوجن او في الامتصاص. عندنا تالت حاجه الفيسكوستي، اللزوجه كل ما تزيد طبعا يحصل امتصاص ابطا. عندنا بقى تاني حاجه تمام في الامتصاص، احنا كنا في السيمبل ديفيوجن، يعني ديفيوجن بيعدي على طول مش محتاج اي حاجه خالص، مش محتاج بس غير ان يكون مثلا التركيز بره كتير والتركيز جوه قليل، فيبدا يتحرك الشيء، يتحرك من التركيز العالي للتركيز المنخفض. اما عندنا حاجه اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن، ديت من اسمها فاسيليتيتد. يعني ايه فاسيليتيتد؟ يعني مسهله، يعني في حاجه بتسهلها، يعني امتصاص مسهل. يعني امتصاص مسهل يعني في حاجه لازم تكون موجوده عشان تسهل الامتصاص، والحاجه اللي لازم تكون موجوده عشان تسهل الامتصاص ده بيكون كارير. يعني ايه كارير؟ يعني شيال. شيال لازم يكون موجود عشان يشيل حاجه من مكان لمكان، حاجه كده شبه الاسانسير. لو احنا عندنا اسانسير واحد بس بيشيل شخص واحد بس، فده معناه ان لو في شخص موجود الاسانسير هيطلع، ولكن لو في شخصين هياخد منهم شخص ويطلع وينزل لحد ما يفضى وياخد الشخص اللي بعده. عشان كده بيعتمد على الاسانسير ده، وبنسميه الاسانسير دوت او الكارير او الشيال دوت اللي بيشيل حاجه، بنسمي الموضوع ده فاسيليتيتد ديفيوجن، يعني امتصاص مسهل. وبما ان الامتصاص بيعتمد على الكارير او بيعتمد على الاسانسير، فبالتالي احنا عندنا خاصيه مهمه جدا بتميز هذا السيمبل ديفيوجن. طبعا السيمبل ديفيوجن ده بيكون بيعتمد برضو على الكونسنتريشن جريدينت وعلى نفس الحاجات اللي احنا قلناها: كونسنتريشن جريدينت، سيرفيس اريا، سيرفيس اريا، سوليبيليتي، تمبريتشر. دي دول بيساعدوا. وثلاث حاجات بيبطئوا: ستيكنس، المولكيولار ويت، الفيسكوستي. دي حاجات بتساعد، ولكن ما ينفعش الحاجات ديت، يعني ما ينفعش الشيء ينتقل كده وخلاص، لا لازم يكون في شيال بيشيله. ليه في شيال بيشيله؟ لانه ما بيعرفش يعدي من السيل ممبرين. السيل ممبرين بيكون هو مثلا اكبر من السيل ممبرين، فمحتاج حاجه تدخله، محتاج زي مكان باب يدخل منه، لانه ما يعرفش يدخل من الحيطه، محتاج باب. طبعا انت مثلا لو عندك ناس كتير واقفه بره وهيدخلوا من باب، فبالتالي هم داخلين من باب ما ينفعش يدخلوا من الحيطه، فده فاسيليتيتد ديفيوجن.
لانهم بيعتمد على الباب اللي بيسهل له الدخول دوت، او الاسانسير اللي بيسهل له انه يطلع العماره. بيعتمد على ايه بقى الموضوع؟ يعني ايه المميز بين الفاسيليتيد والسيمبل؟ السيمبل زي ما قلت لك ممكن يدخل من الحيطه، يدخل من اي مكان على طول، مش محتاج حاجه تسهل له الموضوع. اما الفاسيليتيد محتاج حاجه تسهل له الموضوع، وعشان هو محتاج حاجه تسهل له الموضوع فهو له خاصيه اسمها ساتوريشن بروبرتي. يعني ايه خاصيه التشبع؟ يعني ايه خاصيه التشبع؟ يعني انت لو عندك اسانسير زي ما قلت لك وطلع فيه شخص واحد بس، فبالتالي الشخص التاني مش هينفع يطلع غير لما الاسانسير ده يفضى. اما في السيمبل ديفيوجن لا، مفيش حاجه اسمها خاصيه التشبع، على طول بيدخل طول ما هو في كونسنتريشن جريدينت، او طول ما في تمبريتشر، او طول ما في سيرفيس اريا كبيره الحاجه تنتقل على جوه. مثلا لو بره كتير تنتقل جوه قليله فتنتقل على جوه على طول. اما في الفاسيليتيد ديفيوجن حتى لو بره كتير وجوه قليل ولكن الاسانسير مشغول او الشيال مشغول فمش هينفع الحاجه تدخل. ليه؟ لازم الشيال. فبتتميز بخاصيه التشبع ساتوريشن بروبرتي. لو الشيال مشغول فبالتالي هو شبعان، يعني بمعنى شبعان يعني، فيكون مش هيقدر يدخل الباقي، فلازم يفضل اول وبعدين يروح يجيب الباقي ويدخلهم. عندنا حاجه تانية او صفه تانية اسمها سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ بيكون مميز جدا. يعني ايه مميز؟ يعني البوابه ده او الشيال ده ما بيشيلش غير حاجه معينه. يعني يشيل مثلا افتراضا صوديوم، هيشيل صوديوم بس خلاص، هيجي بوتاسيوم مش هيشيله، هو صوديوم بس اللي هيتشال، او هو مثلا مغنيسيوم بس اللي هيتشال، هو مخصص على الكالسيوم بس مثلا، هو بيدخل كالسيوم، لو حاجه تانية مش هيدخلها، هو بس مخصص على الكالسيوم. فهو اول حاجه بيكون مخصص لشيء واحد بس، تاني حاجه بيتميز بخاصيه التشبع او الساتوريشن بروبرتي. ساتوريشن يعني تشبع. تالت خاصيه بقى بيتميز بيها، بيتميز بحاجه اسمها كومبيتيتيف انهيبشن. يعني ايه كلمه كومبيتيتيف انهيبشن؟ كلمه تقيله ولكنها بسيطه خالص. كومبيتيتيف انهيبشن، كومبيتيتيف يعني تنافس، انهيبشن يعني منع. يعني بيحصل منع للكارير او للشيال انه يشتغل عن طريق التنافس. يعني ايه عن طريق التنافس؟ هقول لك. المفروض الاسانسير معمول عشان يرفع البني ادمين، تمام؟ لكن لو واحد بني ادم ومعاه مثلا القطه بتاعته او الكلب بتاعه، الكلب ما ينفعش يدخل مع البني ادم الاسانسير، هو الاسانسير بيشيل حاجه واحده بس. فلو الكلب دخل الاسانسير تمام، فالاسانسير خلاص مش هينفع ياخد البني ادم. فكده حصل ايه؟ حصل منع للاسانسير انه يؤدي وظيفته. ايه هي وظيفته؟ انه يطلع البني ادمين. ما هو الاسانسير مش معمول عشان يطلع الكلاب، الاسانسير معمول عشان يطلع البني ادمين. ممكن نطلع الكلاب معانا بالمره، لكن هو معمول اصلا عشان يطلع البني ادمين. فلو مثلا في كلب دخل الاسانسير فخلاص البني ادم مش هيقدر يطلع، فبالتالي الاسانسير فقد الوظيفه الاساسيه بتاعته ان هو يطلع البني ادمين للبيوت بتاعهم. برضو الشيال مثلا لو هو مخصص يطلع الكالسيوم لفوق، فلو جت حاجه شبه الكالسيوم، يعني هو مخصص للكالسيوم بس، لو جت حاجه شبه الكالسيوم هو ما قدرش يفرق ما بين الكالسيوم وبينها، وهي مسكت في الكارير، فكده يحصل انهيبشن، منع للكارير انه يشتغل ويؤدي وظيفته. ليه؟ لان هو بقى يعمل وظيفه تانية مش وظيفته، فكده هو ما اداش الوظيفه بتاعته، حصل منع ان هو يشتغل، او منع عن طريق التنافس. ان في دلوقتي مثلا كالسيوم ومواد تانية شبه الكالسيوم، الاثنين بداوا يتنافسوا على نفس الكارير، بيتنافسوا مين اللي هيدخل ويمسك هو اللي في الشيال ده. لو الشيال اختار غصب عنه لان هو مش قادر يفرق الشيء اللي شبه الكالسيوم، فيبقى هنا حصل كومبيتيتيف انهيبشن، ان الكارير او 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 منع للكالسيوم عن طريق التنافس. هو ده الكومبيتيتيف انهيبشن. طبعا برضو التمبريتشر بتاثر والموضوع ده، بس السيرفيس اريا خلي بالك ما بتاثرش. يعني انا ممكن اكون غصب عني غلطت من شويه قلت السيرفيس اريا بتاثر، لكنها ما بتاثرش. السوليبيليتي بتاعت السبستانس مش بتاثر، الحاجات دي السيرفيس اريا بتاثر في السيمبل ديفيوجن، لان الشيء يقدر يدخل من خلال كل الجدارات او اي كل الجدار بتاع الحيطه ممكن او السيمبرين يقدر يدخل من خلاله. فبالتالي كل ما السيرفيس اريا تزيد كل ما في السيمبل ديفيوجن الحاجه تقدر تعدي. اما في الفاسيليتيد ديفيوجن هو لو السيرفيس اريا كبيره ولكن ما فيش غير بوابه واحده بس، فبالتالي هل الكالسيوم مثلا هيقدر يعدي؟ لا، هو محتاج البوابه بتاعته بس عشان يعدي منها، حتى لو السيرفيس اريا كبيره جدا، فبالتالي السيرفيس اريا مش تاثر. السوليبيليتي بتاعت السبستانس ما هي مش تاثر. ليه؟ لان هو اصلا ما بيعديش من السيل ممبرين، يعني حتى لو هو سوليبل هو مش هيعدي من السيل ممبرين، هو كده كده هيعدي من البوابه. فالسوليبيليتي والسيرفيس اريا مش بيأثروا. الفيسكاستي والمولكيولار ويت والثيكنس اوف ممبرين مش بيأثروا. المولكيولار ويت ممكن تاثر بشكل مختلف شويه لكن مالناش دعوه بيه دلوقتي. اما التمبريتشر هي ممكن تاثر عن طريق انها بتسرع الحركه. التمبريتشر بصفه عامه في الكيمستري او في الكيمياء كل ما الحراره تزيد ده دليل ان في حركه عاليه، فطبعا في حركه عاليه وحركه سريعه، فبالتالي الحاجه بتدخل بسرعه وتخرج بسرعه، فده لو الحركه بسرعه عاليه فيقدر يدخل الحاجه او يطلع الحاجه بسرعه. ثالث حاجه نتكلم عنها وهي الاكتيف ترانسبورت، وبعدين الاوزموزس والفيزيكولار ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت
اكتف ترانسبورت. خلي بالك اللي فات ده كان بيدخل على طول طالما في كونسنتريشن جريدينت فهيدخل، هيدخل مثلا من خلال السيل ممبرين كله ونقول عليه سيمبل ديفيوجن، او هيدخل من خلال الكارير او الاسانسير ونقول عليه فاسيليتيتد ديفيوجن. على طول دخل صح على طول ما احتاجش طاقه. اما الاكتف ترانسبورت بيحتاج طاقه. ليه بيحتاج طاقه؟ لانه بيحرك الحاجه عكس الكونسنتريشن جريدينت، عكس تدرج التركيز بتاعها. يعني ايه؟ يعني لو هنا مثلا في ميه قليله وهنا ميه وهنا في ميه كتير، تمام؟ فالاكتف ترانسبورت يعمل ايه؟ يحرك الحاجه من الميه القليله للميه الكتير. يعمل ايه؟ يعني مثلا في صوديوم بره كتير وصوديوم جوه قليل، جوه الخليه وبره الخليه. صوديوم بره الخليه كتير اهو وصوديوم جوه الخليه قليل اهوت. يجي الكارير يعمل ايه؟ يطلع الصوديوم من جوه لبره. يا عم ليه بتطلع الصوديوم من بره لجوه، من جوه لبره؟ اذا كان هو اصلا جوه قليل وبره كتير، ما دخل جوه بقى، ما هو جوه قليل. لا، احنا عندنا الخلايا بتاعتنا الطبيعي بتاعها ان يكون بره الصوديوم كتير وجوه قليل، فممكن الصوديوم ده يزيد فوق الطبيعي شويه، تمام؟ فاحنا نحب نعمل ايه؟ نرجعه تاني. فيحصل ايه؟ لازم نطلعه، فهيطلع عكس الكونسنتريشن جريدينت، لان هو برده رغم ان هو زاد شويه، تمام، الا ان هو برده قليل عن بره. يعني ايه؟ انا عندي بره مثلا 100 وحده صوديوم، وعندي في الطبيعي افتراضا يعني، وعندي جوه 10 وحدات صوديوم. افرض مثلا لو في 10 وحدات من بره دخلوا على جوه، فبقى عندي 90 بره و20 جوه. كده برضو رغم ان بره ان جوه زاد وبره قل، الا ان برضو لسه جوه قليل وبره كتير. فاحتاج اطلع ال10 اللي دخلوا جوه دولت، احتاج اطلعهم بره. طب هما ايه اللي دخلهم جوه؟ ما كانوا يفضلوا بره وخلاص من الاول. طالما انا هطلعهم ما كانوا يفضلوا بره بقى، يعني وجعوا دماغي ليه؟ هم دخلوا عشان يأدوا وظيفة معينة لوقت معين والوظيفة خلصت، فلازم يطلعوا بره بقى عشان ما يفضلوش مكبرين في مطورين في الموضوع ويعمل مشاكل. فأنا عايز اطلعهم بره، فهل هم هيطلعوا كده عادي؟ لا، انا لازم ازقهم. يعني انا لو قاعد في مكان فاضي، ناس قليلة قاعدة في المكان دوت، المكان فيه هوا وجميل فمش همشي منه، لكن لو انا قاعد في مكان زحمة همشي منه وروح مكان فاضي. فنفس الفكرة هي دلوقتي الاستوديو مثلا قاعد في مكان فاضي وجميل وهو مرتاح جوه، ولو خرج بره بره زحمه فما يحبش يطلع بره. فدلوقتي انا لازم اخرجه بالاجبار، علشان هو لو فضل قاعد جوه هيعمل لي مشاكل. فاخرجه بقى ازاي؟ اخرجه عن طريق بوابات او مضخات، زي ايه؟ زي صوديوم بوتاسيوم بامب، بتشتغل بالطاقه علشان اجبره انه يطلع بره. طيب هتشتغل بالطاقه ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب ديت، صوديوم بوتاسيوم بامب دي بوابه بتخرج لي من جوه 3 صوديوم وتدخل لي 2 بوتاسيوم، تمام؟ تخرج 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. بتشتغل ازاي؟ بالطاقه. لازم الاول اديها وحده اي تي بي، والاي تي بي دوت هو اسمه اختصار ادنين تراي فوسفيت، وده يعني ان شاء الله تكون عارفه، اكيد انت عارفه، يعني ده بتاع الطاقه في الجسم عندنا اللي بيطلع من الجلوكوز، بيطلع من لما احرق الجلوكوز يطلع لي اي تي بي، وده اللي بستخدمه في الطاقه. طيب الاكتف ترانسبورت بيعتمد على ايه؟ هو ما بيعتمدش على حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني قبل كده في السيمبل ديفيوجن كان بيعتمد على الكونسنتريشن جريدينت، وفي عوامل كتير بتاثر فيه. في الفاسيليتيتد ديفيوجن نفس الفكره، في عوامل بتاثر فيه. الاكتف ترانسبورت ما فيش العوامل دي بتاثر فيه، ولكن احنا محتاجين ثلاث حاجات يكونوا موجودين علشان الاكتف ترانسبورت يحصل. اول حاجه محتاجين كارير او شيال او بوابه. تاني حاجة محتاجين انزيم علشان يسرع عملية التفاعلات الكيميائية. تالت حاجة محتاجين طاقة. لو التلاتة دولت موجودين فخلاص هنبدأ نحرك الحاجة من الجوة على برة، او عكس الكونسنتريشن جريدينت، من مكان اللي فيه تركيز قليل على مكان اللي فيه تركيز كتير. برضو الاكتف ترانسبورت دوت بيتميز بحاجات. ايه الحاجات اللي بيتميز بيها؟ نفس الحاجات بتاعت الفاسيليتيتد ديفيوجن. التمبريتشر بتأثر عليه. مميز ميزه الكومبيتيتيف انهيبيشن موجوده فيه. ميزه الساتوريشن بروبرتي موجوده فيه. يعني ايه؟ يعني البوابه ديت بتاعت الصوديوم بوتاسيوم بامب دي مثلا بتخرج 3 صوديوم تطلعهم على بره. لو في 5 صوديوم مش هتطلعهم، هتطلع 3 بس. لو في 100,000 صوديوم جوه هتطلع 3 بس بره الاول، وبعدين تيجي تطلع 3 بعده، مستحيل تطلع حاجه تانية. وممكن حاجه شبه الصوديوم تمسك فيها فتخلي الصوديوم ما يعرفش يتحرك، فالصوديوم يفضل جوه، ودي مشكله. او ممكن يعني ممكن نستخدمها كدواء، وممكن تبقى هي المرض يعني حسب. يعني المهم في حاجه غريبه ممكن تمسك في البوابه ديت فتخلي الصوديوم ما يعرفش يطلع بره، والحاجه الغريبه دي هي اللي تطلع بره، او تمسك فيه وما يعرفش الصوديوم يطلع بره، فيبقى احنا كده بوظنا البوابه. في عندنا حاجه تانية اسمها نوع رابع اسمه اوزموزيس. والاوزموزيس دوت شبه السيمبل ترانسبورت بالظبط،
سيمبل ديفيوجن بالظبط. طب ايه الفرق يعني، ليه سمينا اسمين؟ ما هو طالما في اسمين يبقى اكيد في اختلاف. السيمبل ديفيوجن بيكون مخصوص بالنسبه لاي شيء ماشي من بره او جوه او من جوه على بره، كونسنتريشن جريدينت والكلام دوت نفس اللي انا شرحته يعني. طب الاوزموزيس نفس الكلام، بس بيتكلم عن الميه بس. يعني لما انا اجيب لك كلمه اوزموزيس يبقى انا اقصد امتصاص للميه بس، ما اقصدش اي حاجه تانية خالص. اما سيمبل ديفيوجن اقصد امتصاص اي شيء الا الميه، الميه مخصوص ليها كلمه اوزموزيس، هو امتصاص الميه من مكان لمكان، ده اسمه اوزموزيس. هو بس كلمه اوزموزيس ديت بتتكلم عن الميه بس. تتحرك بقى من المكان اللي فيه ميه كتير لمكان اللي فيه ميه قليل، الميه بتتحرك. يعني انا عندي جردلين موصلهم ببعض، في جردل مليان وجردل مش مليان، الجردل المليان هيخلي الجردل اللي مش مليان يروح له الميه لحد ما الميه اللي هنا تبقى عامله كده والميه اللي هنا تبقى عامله كده، يبقوا قد بعض، وده اسمه الاوزموزيس، عمليه امتصاص الميه. عندنا بقى نوع رابع وهو الفازيكولار ترانسبورت. الفازيكولار ترانسبورت دوت هي الاشياء بتتحرك عن طريق السيلمبرين من بره على جوه او من جوه على بره. طيب ما الاربع انواع اللي قبل كده نفس الفكره، بس الفازيكولار ترانسبورت دوت حاجه مختلفه. ايه المختلف فيه؟ المختلف فيه ان لو حاجه داخله من بره على جوه وهي داخله بتبدا تقرب كده، تقرب او ما تلزق في السيلمبرين، يروح جاي السيلمبرين حاضنها تمام، وتروح جايه هي واخده حته من السيلمبرين ملفوفه بيها وداخله على جوه الخليه. اما لو حاجه خارجه من بره من جوه على بره، بتروح جايه مقربه من السيلمبرين من جوه لحد ما تروح جايه واخده حته من السيلمبرين وخارجه بيها على بره. يعني الفرق كده ان الاربع انواع اللي فاتوا كان اي شيء عايز يدخل كان بيدخل على طول، او بيدخل من خلال بوابه، او بيدخل زي الميه. لكن النوع الخامس معانا دوت هو حاجه عشان تدخل لازم تاخد حته من السيلمبرين وهي داخله تتلف بيها، او حته تاخدها من السيلمبرين وهي خارجه تتلف بيها. طب ليه تتلف بيها؟ ساعات مثلا الانزيمز وهي خارجه بيكون بره بيئه غير ملائمه ليها، تمام، بره هتبوظ لو خرجت لوحدها عريانه كده هتبوظ، فتعمل ايه؟ تاخد حته من السيلمبرين عشان تغطي نفسها بيها فما تبوظش، فتفضل شغاله لحد ما توصل لمكان معين هي عايزه توصل. فعشان كده هي تتلف بسيلمبرين وهي خارجه نفس النظام برضه. طيب اسم الموضوع ده ايه؟ يعني هو فازيكولار ترانسبورت. انا بتكلم عن فازيكولار ترانسبورت انت هتفهم اللي انا بقوله دوت، تمام. يعني لما انا اجيب لك كلمه فازيكولار ترانسبورت انت المفروض تفهم ان في حته من السيلمبرين هتتاخد عشان تتلف بيها الحاجه سواء داخله او خارجه. طيب لو حاجه داخله ولو او حاجه خارجه، انا بقى عايز اقول لك ان فازيكولار ترانسبورت وحاجه داخله، يعني انا عايز اقول لك مثلا كلمه اندوسايتوزيس مقصود بها ايه؟ مقصود بها حاجه داخله على جوه عن طريق الفازيكولار ترانسبورت. طب اكزوسايتوزيس مقصود بالمصطلح ده حاجه خارجه على بره عن طريق الفازيكولار ترانسبورت. يعني ايه الكلمه؟ عايز افنط لك الكلمه كده عشان تبقى انت فاهمها كويس. اندوسايتوزيس متقسمه كذا جزء، اندو وسايتو ووزيس، تمام. اندو معناها داخل، سايتو يعني الخليه، ووزيس دي العمليه تمام، او عمليه الاكل ديت، فهي عمليه دخول الخليه. اكزوسايتوزيس عمليه الخروج من الخليه، اكزو خارج، سايتو خليه، ووزيس عمليه، عمليه الخروج من الخليه، عمليه الدخول للخليه اندوسايتوزيس، عمليه الخروج من الخليه اكزوسايتوزيس. الاندوسايتوزيس بيتقسم نوعين، بينوسايتوزيس وفاجوسايتوزيس. البينوسايتوزيس حاجه داخله الخليه ولكنها حاجه صغيره، الفاجوسايتوزيس حاجه داخله الخليه ولكنها حاجه كبيره. يبقى انا الفازيكولار ترانسبورت دوت بيتقسم جزئين، جزء داخل وجزء خارج. الجزء الداخل بنسميه اندوسايتوزيس، الجزء الخارج بنسميه اكزوسايتوزيس. والاندوسايتوزيس دوت بيتقسم جزئين، يا اما حاجه صغيره داخله يا اما حاجه كبيره داخله. الحاجه الصغيره بنسميها بينوسايتوزيس، الحاجه الكبيره بنسميها فاجوسايتوزيس. يعني بس كده. فاحنا النهارده شرحنا اول حاجه عشان نشرح فيسيولوجي، فكلمنا عن وحده بناء الجسم وهي الخليه السيل. في 100 تريليون خليه موجوده في الجسم، عشان كده لازم نتكلم عن وحده البناء ديت. اتكلمنا عن الاشياء اللي بتكون، او الاربع حاجات، البروتين، الفوسفوليبيد، الكربوهيدرات، الكوليسترول اللي بيكونوا السيل ممبرين، واتكلمنا عن هم شكلهم عامل ازاي واهميتهم. اتكلمنا عن المية الموجودة في الجسم، موجودة فين؟ جوه الخلية، خارج الخلية، انتراسيلولر، اكستراسيلولر، النسب بتاعتها، الموجود كتير بره، الموجود كتير جوه، الشكل دوت.
اتكلمنا عن ميثود اوف ترانسبورت اوف سبستانس اكروس سيل ممبرين، طرق انتقال الاشياء عن طريق السيل ممبرين زي السيمبل ديفيوجن، فاسيليتيتد ديفيوجن، اكتف ترانسبورت، اسموزس، فيزيكولار ترانسبورت. اعتقد ده كان اهم جزء اللي هو بتاع السيمبل ديفيوجن، فاسيليتيتد، اكتف، اسموزس، وفيزيكولار ترانسبورت. يعني الحاجات دي محتاج انك انت تذاكرها كويس علشان لما حد وهو بيشرح يجيب كلمه منهم في نص الشرح ما تعطلش انت. يعني ايه ما تعطلش؟ يعني ما تقعدش تفكر في الكلمه دي معناها ايه او تحاول تفتكرها وتلاقي هو كمل في الشرح كتير قوي، تكون عوام ما انت استوعبت الكلمه وجيت تلحقه في الشرح تلاقي هو اصلا عدى الحته دي بكتير. فلازم تكون واخد بالك من كل مصطلح معناه ايه والفروقات ما بين كل مصطلح ومصطلح. ان شاء الله بقى في الفيديو الجاي او الفيديوهات الجايه نبدا بقى في الاوتونوميك نيرفس سيستم او الفيسيولوجي بتاعه النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، سواء هو بقى ايه سمبثاوي او باراسمبثاوي، باراسمبثاتيك او سمبثاتيك. يعني ممكن يبقى كذا كذا فيديو برضو عشان هو كبير شويه. بس كده، ما تنساش بقى لو عندك استفسار تسال او عندك سؤال ممكن تسال في الكومنتات، يعني ممكن نرد عليك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. لو ناوي تكمل معانا في باقي الفيسيولوجي فاعمل سبسكرايب. وما تنساش لو في حاجة انت مش فاهمها ممكن ترجع برضو هتلاقينا شرحناها، ان شاء الله نكون شرحنا كل حاجة على ما انت تكون محتاج الحاجة دي، يمكن نكون شرحناها. يعني لو انت محتاج حاجة ارجع لها يمكن نكون شرحناها. بس كده، مع السلامة.